عصام. أنا معيش ورقة أسجل زيه، بس أنا فاكر حاجة. يعني الحقيقة الكابتن حسام البدري يعني، وأنا إذا كان في مغرضين يعني أنا بعتقد نفسي يعني واحد منهم يعني، ليه؟ لأن أنا خرجت للحوار عن كابتن حسام البدري لا يأتي أبدا إلا متأخرا، يعني لا يعمل مؤتمر صحفي، وحتى في ال 15 دقيقة تلاقيه يعني إيه مش عايز يتكلم، وإذا تحدث فهو الكابتن شوبير صديقه أو زميلنا يعني اللي عامل حالة نموذجية بقى إذا قلنا في حاجة كويسة اللي هو المنسق الإعلامي للفريق يعني. يرسل عناوين، وليس من حقك أن تناقش البدري يعني. ومن ثم لا خرج عمل كعب دار على القنوات، فأنا كنت سعيد الحقيقة. تمام. يعني إن هو إيه ما سابش قناة ما راحهاش في الوقت اللي أنت يصعب اصلا انه يعني يرد عليك في التليفون، مع ان ده حق اصيل على الاقل في مؤتمرات صحفيه. أي. وانت قاعد فاضي ما عندكش المنتخب ثانيا، وهو اهم من اولا المره دي بقى، ثانيا تبقى اهم. أي. ان حسام البدري حتى الان وكانه في غياب المدير الفني ده الراجل الترينر اللي معاه بيقضيها لغايه ما المدير الفني يجي. ليه كده؟ انا لم الاحظ اصلا خطه او طريقه. اولا الكم يعني 40 30 دقيقه يعني في مباراه جزر القمر هي خطه لعيبه بتدافع عن نفسها. كابتن الجوهري رحمه الله عملها في 98 رغم بس كان بخطط، لكن كان بيقول لعيبته بصوا بقى القوطه الله يرحمه القوطه المدغدغه والبيض الفاسد والعربيات هتتكسر، يعني العب يا انتوا حرين. وبالتالي هناك منطق اللاعبين يدافعوا عن انفسهم، لانه ما فيش فريق وصلنا للليفل ده يحتاج لمعسكرات طويله. معلش يعني، ودورينا اللي بقى فيه يعني ما يمكن ان يكون بالحقيقه يعني سنتر لافريقيا لولا من يهدر اللي احنا مش عارفينهم دول وكلاء ولا سماسره واللي بيديروا برضه هواة ولا محترفين، لا دورينا يصلح سنتر احتراف. وبالتالي لا يمكن ابدا اعتماد فكره انا عايز معسكرات طويله او ان تتحمل يعني رغبه غريبه في ان تظل على قديمه فتاتي لتتحدث عن صلاح بنية يعني اللي هو ايه غامضة يعني بضمير الغائب ان صح يعني الوصف، اللي هو يقولك ايه كان هناك لاعبين، هو لاعب طبعا زي ما جلال قال بكل خبرته وكل يعني وجوده مع مصادره، وده حقيقي يعني انه محمد صلاح يا اخي قول انهيت مشكلة محمد صلاح. احنا مش شعب القصر يا جماعة. عصام، منتخب كينيا ولا جزر القمر ولا توجو يستحقون مننا معسكرات مش طويلة ولا اي منتخب تاني بعد لكن اذنك، لان المحددات العالمية ومصر يعني نسخة دولية 72 ساعة. اذا لم تكن قادرا اترك الفرصة لحد عنده حكاية ال 72 ساعة دي. حلو. الحقيقة كنت يعني بس اتكلم في انه على الاقل وانديتنا مش هاوية ولا فرق جامعات حتى انديتنا الداخلية. لكن كان محتاج على الاقل هو، لانه من ساعه ما جه فعلا انا متفق مع القصه دي، انا ارفض جدا المبررات، وانا انتقدت الكابتن حسام البدري في قصه المبررات، انه طول الوقت انا عمري ما هبقى متفائل بالمستقبل طول ما في مبررات جاهزه لاي حاله اخفاق. لكن هو من ساعه ما جه بالصدفه تزامنا مع وجوده حصلت احداث كتيره جدا، فهو ما اتجمعش مع المنتخب فتره طويله حتى الان، او لو لمعسكر واحد طويل يعرف يخلينا نقول ان هو ما ايه نوع المعسكر الطويل او ان هو لازم مش عارف برضو ايه نوع المعسكر إنه يعني مش يومين قبل ماتش، يعني كل مره بيكون يومين قبل ماتش. ما هو اصلا انت عارف معسكر الطويل في العصر الحديث يعني انا مش بتكلم على معسكرات حسن شحاته والجوهر الله يرحمه يعني على الاقل بس مساحه على مسؤوليتي يعني. المعسكرات الطويله مع الليفل اللي وصلنا له يعني لعيبتنا بقت فين، هي التليفون والمشاهدات والمراسلة طول الوقت. انت بتكلم يا اخي يعني يبحث وراء السيد جمال بالماضي يعني يعني كل الشريحة اللي مصر بقت منها واللي مش عاجبه يزعل ان مصر، مش قصدي شخصه، ان مصر بقينا نسخة دولية حقيقية. لا انت لازم تتابع لعيبتك عشان لما يجوا يبقى اللي بينك وبينهم انك محضر التكتيك اللي هيلعبوا بيه. اذا لم تكن ترسل مقاطع لبعض التصورات للفرقة اللي هتلعبها، لكن طول الوقت احنا بنرضى بالمقسوم. المستهدف مع مجموعة زي دي ان احنا رحنا، طب احنا رحنا يا عم 25 مرة قبل كده. انا اسف لا صح عندك حق، ده مش انجاز. ماذا سنقدم في تصفيات كأس العالم 2022؟ هل انت يعني كل اللي عايز تعمله انه ياتي لاعب بحجم النني فتقعده جنبك اي نوع يعني من الاختبار؟ ودي ما فيهاش فلسفه لان ما بتكلمش هو بيعرف يدرب ولا لا. انا بتكلم عن مقاييس عالميه. لم نرى في مرات اي مرات من ثمانينات القرن الماضي لما كان المحترفين بره يعني واحنا صغارين بنتفرج لغايه دلوقتي ان تاتي بمحترفين الخارج ثم يجلس احدهم تحت الاختبار او مدخرا لبارة اخرى، اللهم الا
في كاس العالم بقى البرازيل شايله رونالدو رونالدينو زمان مش عارف ايه، الارجنتين مريحه ارديليس في 78 حاجه تانية يعني. انما في الاخر لانه بيلعبوا برضو كلاس سي وهم كلاس ايه، لكن وانت بتتكلم لا الحقيقه على الكابتن حسام البدري ان يراجع نفسه، انا بؤكد انه عنده احسن من كده، لكن هو طول